مرحبا بك حسين المنذر، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، مرحبا بكم الكل. شنو نجم نقول؟ سين دومي فينال دو تشامبيونز ليغ، كيما العوام الكل الترجي متعود على انه يلعب الادوار الاولى في كل التظاهرات الافريقية. انا بالنسبة لي انا شخصيا سيما تروازيام دومي فينال مع الاسبرانس، ان شاء الله تكون ثابتة زادة كيما الاثنين الاخرين اللي سبقوهم. سي ماتش تري ديفيسيل باش نلعبوا مع احد معناها الفرق اللي دائما ايضا تلعب الادوار الاولى في البطولات الافريقيه. الترجي الرياضي التونسي والنادي الاهلي المصري يعرفوا بعضهم برشا محضرين مباراتنا جاهزين، رغم اللي هي غيابات اللي ما بيش نعددها لانكم تعرفوها الكلكم بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، لكن تحس انه فما نضج كبير عند اللاعبين، فما رغبة كبيرة عند اللاعبين باش نفرحوا الجماهير متاعنا، خاصة وأنه النتائج متاعنا كانت مش باهية في الأسابيع الأخيرة، والحظ معناها مرة أخرى دورنا ظهروا في المباريات الأخيرة متاع الدوري التونسي، لكن نصوم لا متأهلين للدور النهائي الكاس تونس إن شاء الله. وإن شاء الله معناها الأوبجيكتيف متاعنا الهدف الأول متاعنا هو للتشامبيونز ليج ونتأهلوا للدور النهائي. نبدالك بالثاني حسني، انا ما عنديش تحديات شخصيه، الترجي الرياضي التونسي هو اللي عنده تحدي، الترجي الرياضي التونسي لانه انا معناها ممبر معناها عضو من المجموعه اللي متواجده واللي تحاول باش تنجح الترجي الرياضي التونسي، معناها اذا كان فاز الترجي راه مش نبيل معلول، واذا كان هزم الترجي الرياضي التونسي هو نبيل معلول صاب بدون ادنى شك، لكن اذا كان فزنا هو خدمه نتيجه معناها شغل كبير قاعد يقوموا به الاداره، قاعد يقوموا به الاطار الفني، الاطار الطبي، الجماهير نتاعنا اللي باش نفتقدوها برشا 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 غدوه، لانه تعرفوا الدزان الجماهير نتاعنا اللي هي مهمه جدا بالنسبه لنا احنا، لكن رغم ذلك كانوا متواجدين البارح رغم ان ترانينا هنا ويكلوا، لكن الجماهير نتاعنا كانت تغني لبرا واحنا نترناو وكنا نسمعوا فيهم واللاعبين كانوا يسمعوا فيهم. اليوم جاونا اللوتيل مساندتنا يعني ورانا وين كنا وين مشينا. هذا بدون ادنى شك معناها انه مش تحدي بالنسبه لي انا شخصي، لا ما نجمش يكون تحدي بالنسبه لي انا شخصي، تحدي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي لانه تعودت الجماهير نتاعها انه تكون موجوده في الواحد. بالنسبه للسؤال الاولاني، رياضيا اون با سو بلاندر، خاطر شفتوا لي دو ديرني ماتش اللي احنا معناها انهزمنا فيهم كنا افضل من المنافسين نتاعنا برشا برشا برشا. لما تشوف معناها نص ساعه ربع ساعه الاخرانيه ولا لي فان ديرنيير مينوت نتاع البرومير ميتون والدوزيام ميتون الكل، معناها اهدرنا ثلاثة أربعة أهداف كانت سهلة، معناها النادي الأفريقي كان يحبي يوفى المباراة بالتعادل ظاهرة حتى من خلال التعامل اللاعبين مع المباراة، ما الكرة كما تحبش. أنا فرحان برشا متغشش برشا على النتيجة خاطر معناها أن ديربي وما نحبوش نخسروا ديربي، لكن البريستاسيون اللي عملوها اللاعبين سورتو خاصة في الشوط الثاني والكرة اللي تلعبت في الشوط الثاني، إذا كان نعاودوا نلعبوا بنفس المستوى هذاك غدوه نتيجتنا تكون ايجابيه، خاطر الكره ما تنجمش تعطيك بظهرك ديما. الفرص موجوده في كل مباراه لكن ما تنجمش تهدر هاك الكم هذاك نتاع الفرص اللي قاعدين يجيو في المباريات الاخيره. تشوفوا معناها من بدايه الموسم الى حد الان عندنا اربع ضربات جزاء مهدوره، عندنا معناها اصابات في لاعبين مهمين جدا خاصه في الترتيب الهجومي نتاعنا. راهو وقت يكون عندك معناها حمد الهوني غايب اللي هو مع بالرمضان، معناها سي لي زارتيزون نتاع لابروش اوفونسيف نتاع الاسبيرونس، مي مالغري سا الحمد لله رشيد رجع في فورما وعوض شويه معناها النقص اللي تواجد في الناحيه الهجوميه في الاسابيع الاخيره. انا جو سوي ان شاء الله متفائل برشا بالمباراه نتاع غدوه، خاطر حسيت من الملاعبيه مع توتولون لا سيزون، مش اليوم بركه مش الجمعه هذه بركه، انه فما رغبه وعارفين انه الهدف الاول الاوبجيكتيف الاولاني نتاع ليكيب نتاع الناس الكل من الجماهير الاداره الناس الكل هو الشامبيونز ليغ، رغم قيمه المنافس نتاعنا رغم الغيابات، لكن غدوه ان شاء الله نشاهدوا مباراه كبيره من اللاعبين. نبدا بسؤال ثاني نافع، لانه شفنا بدنيا انه حتى من خلال المباريات الاخيره سواء نادي صفاقسي ولا نادي الافريقي كملنا المباريات خير من ليزادفيرسير نتاعنا، مالغري اللي هم معناها بون كان مرتاحين علينا سورتو النادي الافريقي في الماراثون تاع المباريات اللي لعبناهم احنا فيزيكمون بري. انا راهو تتاري المباريات ما يقلقنيش لانه عملنا تحضيرات بدايه موسم متميزه جدا. اللي قلقني معناها اللي قلقنا برشا احنا توقيت المباريات في رمضان وكميه المباريات اللي لعبناها في شهر رمضان ماضي ساعه ونص
وستة مباريات في شهر رمضان هذيك اللي قلقتنا برشا، مع كي ضيف لهم الإصابات اللي جات، كان تتذكروا معنا أنا حكيت على الإصابات وإحنا ما زلنا في أول رمضان، قلت لو بعد رمضان باش تصير لنا برشا إصابات، وهذه سي لي كونسيك معناها هذه لي كونسيكونس ما لقيتهاش بالنتائج. بارك الله فيك، نتائج الإرهاق اللي صار معناها في مباريات رمضان. طبعا مباراة الموسم وشوط أول بدون أدنى شك، لأنه شفنا المباريات الكل يلعبهم ترجي رادي تونسي مع الأهلي، معناها ما كانتش مباراة الذهاب هي الفاصلة، بالعكس معناها حتى تقعد لأخر دقيقة. مباراة غدوة مهمة، نتيجة غدوة مهمة بدون أدنى شك، لكن مباراة العودة أيضا عندها قيمة كبيرة. هذا ما يمنعش أنه غدوة يزمنا نعملوا نتيجة إيجابية اللي تخلينا نلعبوا برشا أريحية في مباراة العودة، ولو نقول لك أنه مثلا حتى نتيجة ممكن تخليك تلعب بأريحية كبيرة في مباراة العودة، لأنه مباراة الترجي والأهلي المصري ما يكونوش فيهم فرص كثيرة، فرص قليلة برشا، والفريق اللي بيش يستغل الفرص القليلة هذه هو اللي بيش يتعدى ويفوز، وإن شاء الله الترشح يكون حليفنا إن شاء الله. بيان سور بتبيع غدو، هذا الديسكور اللي قاعدين نقولوا فيه من خلال اجتماعاتنا مع اللاعبين في الاربع ايام هذوما الاخيره بعد ما لعبنا مباراه نادي افريقيا، هذه مباراه الموسم، هذه معناها في حاله الفوز والترشح ان شاء الله تخليك تلعب التشامبيونز ليج، مهما يكون المنافس فينال تاع التشامبيونز ليج معنويات مرتفعه جدا، تخليك تلعب تحت حظر نهائي كاس تونس مرتفعات بمعنويات مرتفعه، لان نهائي كاس تونس يجي 10 ايام مباشره بعد نصف النهائي للإياب ضد الأهلي المصري، بتبيع بدون أدنى شك أنه أكبر أصعب مباراة وأكبر مباراة وأهم مباراة في الموسم هي مباراة الأهلي، هو الشوط الأول والثاني بتاع الأهلي. الكورة هو كما جاوبت نافع توا، هي مباراة الموسم، هي أهم مباراة في الموسم، هي معناها ثقتنا ديما موجودة عنا في اللاعبين، لازم تكون عندهم ثقة في أنفسهم، وريتهم معناها وقاعد نوري فيهم توسكي بوزيتيف في الماتشات الاخيره بيان سور، زاده في الاشياء السلبيه، لكن الايجابيات كانت اكثر من السلبيات، حتى الاهداف جات على اثر اخطاء فرديه اللي نجموا احنا معناها نتفاداوهم، لكن فما برشا ايجابيات، فما برشا معناها روح، فما برشا عطاء، فما برشا انضباط تكتيكي من اللاعبين، رغم الغيابات اللي قلت انا، ورغم انه بعض اللاعبين معناها دخلوا جدد في التشكيله الاساسيه نتاع الترجي الرياضي التونسي، ركزنا معنا من الناحيه باش تحضر معنويا اللاعبين مباراه كيما هكا، مش برشا، لانه اللاعبين بطبيعتهم حاسين بالمسؤوليه ويعرفوا اهميه المباراه هذه بالنسبه لهم هما، بالنسبه للبوبليك، بالنسبه للاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي، والكلهم صراحه الكلهم سونز اكسبسيون حسيتهم انهم ان شاء الله باذن الله باش يعملوا مباراه كبيره غدو. مش خايبين معناها برا، معناها لي تاد فورم تقول لي تولي احنا ماناش في فورمه، ما لوركو احنا لاباس، خسرنا سي فري. لا خليني نجاوبك، معناها كمل تفضل خويا. كان معاش عندي ثقه في اللاعبين، راني مشيت، يعرفوا هما راني مشيت، سي جو ني بلو كونفيونس في ليكيب نتاعي راني مشيت، نعرف جو سي دو كوا يسون كابابل، نعرف شنو ينجموا يعملوا مالغري لي زابسونس اللي تحكي عليهم انت، خاطر وقت اللي معناها غدوه براتيكمون عندنا 4 و 5 ابسونس امبورطونت، معناها في مراكز حساسه، في مراكز مهمه، مالغري سا يسون لا وموجودين ويلعبوا وكلهم عاقدين العزم، وعندي انا شخصيا عندي كونفيونس كبيره، كيما الاداره عندها كونفيونس كبيره في الملاعبيه، كيما الجمهور عنده كونفيونس كبيره، كيما انتوما بون نحكي على الصحفيين مكشخين بيان سور عندهم كونفيونس كبيره في يسامحوني اللي مش مكشخين، عندهم كونفيونس كبيره في اللاعبين نتاعهم، دونك انا ما نحبش الخساره، معناها انتم صغار فتاتر منظر خلطت عليا، كلكو جورناليست اللي موجودين هنا خلطوا عليا، ما نحبش الخساره، ما نحبش الخساره، انا لعبت 11 سنه في الاسبيرونس، 11 سنه معناها براتيكمون من 81 82 جي كيتي الاسبيرونس 83 مشيت للسعوديه، فيهم عام ونص مشيت فيه لالمانيا، وفيهم عام مريض بظهري ما لعبتش، معناها 11 سنة تنحي منهم عامين، لعبت 9 سنين في الاسبيرونس، 6 شامبيونا 3 كوب وكوب اراب، معناها 11 تيتر في 9 سنين، ما نحبش الخسارة، مش 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 أنا ما نحبش، في الاسبيرونس في الأديان نتاع الاسبيرونس يعلموك من الصغر الخسارة مش ممنوعة، سافي بارتي دو جو، مي لا،
تو لا بور غانيي تلعب باش تربح دو ما تنجمش غدو ليسبيرونس كلكسو مش الالي نحكي على الالي كلكسو الادفيرسير نتاعنا باش نلعبوا معاه باش نلعبوا باش نربحوا اون لا بور غانيي نلعبوا في راتس نلعبوا امام جماهيرنا نحاولوا باش نخرجوا نتيجه ايجابيه مالغري الشيء اللي كنت قلت فيه